السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا بكم. قبل ما نبدأ كلامنا ياريت ما تنسوناش بتفعيل الجرس والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع هام جدا، وهو لقاء المغرب ومنتخب البرتغال في الدور ربع النهائي. المنتخب المغربي يتمتع بقوة شخصية كبيرة جدا جدا في هذه البطولة، وأثبت المدرب المغربي وليد الرجراني وجميع اللاعبين كفاءة عالية جدا في التعامل مع الفرق المنافسة لهم. لكن هل سيستطيع وليد الرجراني مواصلة هذا الإنجاز العظيم الذي حققه حتى اليوم في اللقاء التاريخي مع منتخب البرتغال القوي هجوميا، والذي سيصطدم اليوم مع المنتخب المغربي القوي دفاعيا؟ في الشارع العربي لا صوت يعلو على صوت الحديث على مباراة المغرب والبرتغال، وخصوصا أن المنتخب البرتغالي المغربي إذا استطاع أن يحقق الفوز فستكون من كبرى مفاجآت كأس العالم. لحظة للتاريخ، الصورة التي أمامنا هي صورة المنتخب المغربي الذي قاد بطولة كأس العالم سنة 1986 قبل 36 عام. وكانت المواجهة التي حدثت بين المنتخب المغربي ومنتخب البرتغال بقيادة بادو الزكي حارس المرمى العملاق، استطاع المنتخب المغربي أن يفوز على المنتخب البرتغالي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. وكان نجم المباراة هو اللاعب المغربي خيري الذي أحرز هدفين في هذه المباراة. فهل يستطيع منتخب الرجراجي وبونو وحكيمي وأمير مرابط وبوفان وزياشي تحقيق هذه اللحظة التاريخية وإعادة الذكرى إلى الأذهان بالفوز على منتخب البرتغال اليوم والصعود إلى الدور أو إلى مربع الذهب؟ هذا ما نتمناه، وخصوصا أن المنتخب المغربي معروف عنه الجدية والتنظيم وقوة الدفاع، ويمتلك لاعبين مهرة في كل الصفوف أو في كل الخطوط، وأن لاعبي منتخب المغرب قادرين على تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة وفي أي توقيت. فهل يستطيع منتخب المغرب ولاعبوه الأكفاء أن يحققوا نبوءة بليه قبل 50 عام؟ قبل 50 عاما كان أسطورة الكرة البرازيلية بليه قد توقع أن تحمل أفريقيا الكأس الذهبية بحلول عام 2000، ولكن ذلك لم يتحقق. ولكن نبوءة بليه بالإنجاز الإفريقي ما زالت قائمة في مونديال 2022 ومعلقة بأقدام لاعبي المغرب وإن تأخر قليلا، قولوا يا رب. أما عن المنتخب البرتغالي بقيادة نجم الكرة العالمية المحبوب لكل العرب رونالدو، فهو رونالدو احنا عارفين ان هو دي اخر كاس عالم هيلعبها، وبعد كده هيقدر يلعب كاس عالم تاني. فهو كل امنية حياته ان هو ينهي هذه الكاس، ان هو يصل النهائي ويفوز بكاس العالم، ويبقى ده اكبر انجاز حققه في تاريخ حياته الكروية. لكن رغم كل محبتنا لنجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، لكن بنقول لك عفوا رونالدو، فنحن العرب قلوبنا ودعاءنا وكل ما نملك مع المنتخب المغربي. يا ترى ماذا قالت الصحف البرتغالية عن مواجهة المغرب وسود الأطلسي؟ جميع الصحف البرتغالية حذرت المدرب فرناندو سانتوس تحذيرا شديدا من مدرب المنتخب المغربي ومن قوة الدفاع المغربي، وأشارت أيضا إلى ضرورة التركيز طوال اللقاء، خاصة أن المنتخب المغربي ليس سهلا. أما صحيفة السول فقد قالت أن المنتخب المغربي لن يكون خصما سهلا، ووجهت نصيحة للاعبي البرتغال بضرورة التسجيل مبكرا لقتل دفاعات المنتخب المغربي. أما مدرب البرتغال فرناندو سانتوس فقد صرح قائلا أن الفريق المغربي تطور كثيرا وظهر بمستويات رائعة، وأن مواجهة المغرب لن تكون سهلة، وليس فقط لأنهم هزموا أسبانيا، ولكن لأن المنتخب المغربي ولاعبوه أثبتوا قدراتهم ومهاراتهم في كل مباريات البطولة. أما وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي فقد صرح قبل لقاء البرتغال قائلا أن فريقه يسعى إلى استمرار المفاجآت في البطولة، وذلك بالتغلب على منتخب البرتغال. وقال أيضا مباراة البرتغال تفصلنا عن محطة أخرى لدخول التاريخ،
وأضاف لم يكن أحد يتوقع تأهلنا إلى ربع النهائي، والآن نحن بصدد مفاجأة جديدة. وبكده نكون قد أنهينا التقرير عن هذه المباراة المهمة، وهي المغرب والبرتغال. فيا ترى من ينتصر، دفاع المغرب أم هجوم البرتغال؟ من ينتصر في معركة الحلم؟ طبعا كلنا بنقول يا رب المغرب بتكون مباراة على قد المسؤولية وتنتهي بفرحة كبيرة، ونقضي كلنا فرحة كبيرة مع منتخب المغرب، وتبقى ليلتنا من أجمل الليالي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالدعم باللايك والمتابعة والاشتراك في القناة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول لكم تاني، ما تنسوش تدعوا، قولوا يا رب النصر للعرب، النصر للمغرب، والسلام عليكم ورحمة الله.